ماني كسرت عموما ربي تبارك وتعالى اتمنت توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات تامنت سلا ربي تبارك وتعالى ما كان تامنت توحيد الربوبيه اتسنت ربي تبارك وتعالى انت اللي خلق المخلوقات انت اللي داس ترزق انت اللي تدبر الامور الكون كله سبحانه وتعالى حتى ينول دي الشرك المسائلا ما كان توحيد الالوهيه أتسن تحقق إذ ربي تبارك وتعالى وحدة تستحق العبادة هان كل ما تعبد بدنا غير ربي تبارك وتعالى هان أنت كانت معبودة باطلة ما يستحق العبادة أتقان ربي تبارك وتعالى ما كان توحيد الأسماء والصفات أتسن تحقق إذ ربي تبارك وتعالى يصفى غيونس سكر الصفات فلكينين اسمه غيونس سكر الأسماء فلكينين الكتاب نس ولا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ينقص يستمد أتم تثبت ربي تبارك وتعالى ما يثبت هو غيونس نفيت ما ينفى ربي تبارك وتعالى هو غيونس لكن غير ربي تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تمت تحققت إشي الله ربي تبارك وتعالى وكان الأدلة لإشي الله ربي تبارك وتعالى أتي من وسط كان كوست لا الدليل العقل إلا الدليل الحس إلا الدليل الفطرة اللي خلق ربي الدليل نشرح ما يجنز الدليل العقل هن ولي يمكن أي اللي كان يعني إلا العقل نسيت في العقل نسيت جواكال هل اسمه قول كله ما يدلي خلق ربي تبارك وتعالى إكاليون ولا يجنا ولا الكون الليلان ولا يتران ولا اللي جسيلان ولا اللي زيجز ضيد ولا اللي زيجز وس ولا المسائل اللي غلي بحار ولا يدران ولا الطيور ولا المخلوقات ولا كل مسائل دار زيجزنت سيان الأمر يقدان ينوري تخلفيان ينوري كشنفيان ينوري سميت كل المسائل وري يمكن كرا البلاد من في العقل أبليت بيننا هان الكونات يسيطة في الخالق أتي كانت ربي تبارك وتعالى إذا غينا ربي تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء إنهم هم الخالقون الدال والسنة تيجان الحس ما يجان الحس لقط ناس هذا كان يحسوا بنادم ذكر الشدة ذكر الضيق ذكر الحاجة في التي استهم من أريد تالي فسنسي قلنا يقل القلب نصدر جنس غفلة باش ربي تبارك وتعالى فلسي فرج هل النبي صلى الله عليه وسلم لغي الزر صلى الله عليه وسلم أريد ضال بنزر لغي فتايا أي خطب قلت اللي كران تمدلوت ولا كرا يقنو غيقنا والو يقنا يصفى وردي جوز النبي صلى الله عليه وسلم رجل من فرس اللي قال له كله فين ومن تمرتنس يفيت في الصنزار ودي قال الدليل قال محسوس ويضني متيقان قراد اللي الثانيين صغار وبنو إسرائيل أرت دعون ربي تبارك وتعالى كي قد تنت دعو ربي يمكسيمك كاسم قول تزروت لي مقرن لقن الغارن أقسم قول اللي تحيد يمكسيمك اللي تحيد هل ودي قال الدليل من موس ياتي يضني دال يضني تيجان الفطرة هن كريجات يعني نيجي زيد نغين دنيا تاد نيتو نيتو ريمس هن نردي تزايد في الفطرة أما ما جيس كارنو داي الوالدينس ما جيس كارنا أنصراني الوالدينس ما جيس كارنا مجوسي الوالدينس دال الوسكوس تيجان الشرع اللي هو الكتاب والسنة وكان أرد ذكر الآية القرآن قبل ليس تدلو إسي الله ربي تبارك وتعالى إذا كل المسائلات أساساً إسلام ربي تبارك وتعالى ما يجانيت المسألة إذن يا باشا تكتموا من حقان أتمنت الملائكة أو كنت من ربي تبعث أتمنت الملائكة ما يجاني أتمنت الملائكة أتنيت سن تحققت على إسجان للغي العالم الغيب ورات نظرة كني ورات نسن ورات نظرة ولكن السمينة كتجاني خلقت ربي النور أتعن ربي تبارك وتعالى ورات تعصون طف النار واحد طفن الذات نسن طفن العقول طفن القلوب ما يجنس الدليل المسائلات غلي غير ربي تبارك وتعالى قل نزله روح القدس أتي كان جبريل إذا نتي طفن الروح نزله ربي تبارك وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ما الدليل استفن القلوب ولا طفن العقول غلي غير ربي تبارك وتعالى
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وكان نمن في الملائكة لحدين ربي تبارك وتعالى لما سول حين تسميد نسن زند جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت عليهم الصلاة والسلام. وردار حين لي كان الدليل إذ ملك الموت سيسمع إسرائيل الملائكة ما يد ستتكتنين بعد الأخبار الإسرائيلية تهنو رسحة مسألة يدنين أن مثل كتب من ربي تبارك وتعالى دي الزجز. كل الكتب دي الزجز ربي تبارك وتعالى يقلنا الزجز نيد في العباد نس إذا كانت أوان ربي تبارك وتعالى الزجز نتن ورقينت مخلوقات كانت الصفات من ربي تبارك وتعالى الكلسين ربي تبارك وتعالى كي قد أرقص كي قد الرسول يزجز تفسر بك الكتاب غلان ربي تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. أكلنا مثل الكتبات تغلي المسألة أضل اللي جسند يشكان الأسماء لحديثنا ربي تبارك وتعالى زند التوراة زند القرآن زند التوراة زند الإنجيل زند الزبور زند الصحف إبراهيم الصحف موسى عليهم الصلاة والسلام كل شيء لخبر النص المجلس لنا الحكم أسسنا من إغور تنسخنت ونامن إذ القرآن يسجوشك ينسخ كل الكتب أنه سوري يمكن أن نري أن نسمع قلمة إلا لغي إسرائيليات ولا الكتب لزلينين أشكر القرآن إلا جيس كله إلا غينا ربي تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. أولا غير ربي تبارك وتعالى يسجوش القرآن اسم أحسن القصص ما رسولنا تلينك نغمان يرني ما رسولنا كان أنا رد البني إسرائيل ولد السنين ولد الفلاسفة ولو ولو اشكانين اقسن تليس الدين هو غوين وردس نفتو اشكو غوين درس نغال الجهل. اما العلم هاني الله غوان ربي تبارك وتعالى مسألة يضنين انا من الانبياء دو الرسول عليه الصلاة والسلام اسرنا من سنيس جاني اسم جان ربي تبارك وتعالى ازوك تندرب ايه الصف تندرب ربي تبارك وتعالى سخلاء قنص نمر سنسن إسكان خير البشر ورسك دوبن إسكولو ودا الأمانة ليس نكفر ربي تبارك وتعالى لزوج ربي نصحا للأمة جاهدا عليهم الصلاة والسلام ولكل زوار النبيات إسكان آدم عليه السلام ولزوار الرسول إسكان نوح عليه السلام أما خاتم الأنبياء والرسول إسكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان كون ما يدعى النبوة ولا الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يشكدين قاعدين كيجه النبي ولا يحكرا أن غنيك كافر كفر أكبر يمكن ناري جد ويمكن لا تصدق. نعم من دحس الأنبياء للرسول عليه الصلاة والسلام فيما علم الله سبحانه من أسمائهم وصفاتهم والأخبار كل جزء نشكان. مسألة اثنين أنا مثل يوم الآخر يعني ما إذا أنا مثل يوم الآخر أصلي قرتي قال يوم القيامة كون ما دشكان كون ما المسائل كل شيء ريلي إغنم موت بعد الموت أنا خطي غنيك الإيمان باليوم الآخر.